الموجة بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح دقات قلبي تقول شو فيها يا عيون إسرار الوجع بتبوح ترسم صور تفضل. مارو يا أمير، أنا ما رح أقول لك إني زعلان، بس أنا زعلان كتير. دور خبركم. شوفي شو رح قلك. هاي الدنيا بمر فيها كل شيء، كل شيء. إذا ما كنا قد هذا الأكل هوا اللي عم بيصير بتروح علينا، صدقيني. شايفة هاي الدموع اللي على وشك؟ ما حدا بالكون بيستاهلها، ولا حدا. صحيح دموعك لشو؟ أنت أقوى من هيك، كلك طاقة وحيوية وساعتك صغيرة. نحن مرينا بهذا الظرف، منى الله يرحمها لأنه استسلمت لهذا المرض راحت عليها. صعب يا أمير، صعب أن نتقبله، كثير صعب. بعرف، كثير صعب. بعرف، بس ما عنا حل تاني. بدك تتقبلي، أهم شي عندك هلأ هو إرادتك. اوعك تستسلمي، اوعك. الدنيا قدامك لسه بطولها وبعرضها، وبرجع بقلك ما حدا بيستاهل دماتك هي، ولا حدا، ولا بني آدم.
نحن معك وواقفين جنبك، وبإذن الله بإذن الله اللي بدك يا بيصير. حامل كل بقدر علي. بدي اياكي قوية، ها؟ ما بدنا دموع نهائيا. بعرف ان الموضوع صعب، بعرف، بس هي الدنيا تزبي كل شيء. انت وبس، اوكي؟ ايوه حكي بليز. ما بدي اشوفك زعلانه بعد هلا، بعرف انه صعب مثل ما قلت لك، بس هذا سلاحك الوحيد. اراده اراده. رح اتركك هلا، اوكي؟ اوكي. يا زلمه ايش هالمخل عليك؟ معقول مش متذكرها؟ بقول لك اجيت وشوشته لصلاح ومشيت وما طلعت فيها منيح. بس اذا شفتها الا ما تتذكرها. ان شاء الله. عم فكر اسأل على البار. شو رح تسأل؟ اسأل على صلاح وصحبته، هدول بتاعون البار، بعرفوا كل اشي عن الزباين. بجوز ما يتذكروا لصلاح كله. يا سيدي ما رح نخسر اشي، يلا تعال تعال. Excuse me. I want to ask you about a person. He is named صلاح. We had a drink with him a few days ago. Did you remember him? No, sir. Really. I don't know his name was Salah. Listen. He is tall and bald and black hair. Ah, the one guy coming a group of ladies? Yes. Tall and the black hair? Yes. His name is Sami, sir. No, no, no. I told you his name Salah. No, sir. You're wrong, sir. His name is Sami. You are sure? 100%, sir. I'm sure. Thank you. You're welcome, sir. سمعت بدانك؟ طلع باسمه بكذب كمان. طلع اسمه سامي. مش عم صدق. أنا بينضحك علي؟ إيه، أنت خروف ونايت كمان. كان اسمه سامي ولا صلاح؟ المصاري راحت. انساهم، انساهم بقول لك. لا مش نسيهم. بعد في عنا البنت اللي حكى لي عنها، بنت فريد نوح. ولك رجعنا على التياسة؟ بقول لك فريد نوح ما عندوش بنات. هاي كذبة زيها زي غيرها. لك مو أنت قلت لي إنه فات على فيلا فريد نوح، معناتها في خيط وريد. صح. حياتك يا ابو الخير، بجيب لك دربزون سنسفيل اهله عندي. نور عمل بالضبط زي فريد نوح، مثله الاعلى. اكتشف ان مراته عندها السرطان بعد ما قربت تموت. بس والله العظيم انا ما عايز اظلمه في الكلام، والله ما عايز اظلمه، بس انا متاكد مليون في الميه إن مرض السرطان ده مش عضوي بس، لأ، مرض نفسي. طبعًا. كان لازم يحصل لها كل ده. بعد اللي عمله معاها، زي ما فريد نوح عمل مع عمي بالظبط. حرام عليك تحكي عن نور هيك. إذا ماريا هي ما كانت بتعرف شو صاير معها. بعدين شو إهمال وما إهمال؟ المخلوقة هذا حظها وأخذته. زير شو صار معي اليوم؟ الست ميرا مسكتني وصارت تحكي معي، بدها ياني اتواصل لها معك وقول عنا قديش هي ظريفة ومنيحة وبتحبكم، ومن هذا الكلام. انت قلت لها ايه؟ وقت كنت قلت لها اي حاجة ولا تكون شكت في اي حاجة؟ لا 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 لا، لا حست ولا شكت، بالعكس ضلت تاخذ وتعطي بالكلام، شوي تاني حتزعلني عليها. بصي بقى يا ستي، اللي انت بتقوليه ده دليل على انها نصابة سوبر بروفيشنال. يعني مش قادر افهم والله العظيم البت دي بتجيب الكذب ده كله منين؟ والله طلع معك حق. مستحيل مستحيل مدام ماريا، ما بصدق والله. حرام بزهرة شبابها لساتها صغيرة، والله حرام. لا لا ان شاء الله ان شاء الله بسيطة. ماريا قوية وان شاء الله ربي بيشفيها يا رب. هلا انا عم اخبركم مش على حدا تعرفوا كيف كنت تتعاملوا معها. مصيبة، الوضع حساس كتير كتير كتير، ونحن لازم ننتبه على كل تفصيلة. كيف الطريقة اللي منحاكيها فيها نراعي حساسيتها، يعني ما بيصير يبين علينا لا شفقة ولا زعل ولا ضعف، عادي تعامل عادي. كل شيء ماريا بتطلبه
يا ريت تنفذوه فورا بدون ما ترجعوا لحدا. فورا بدنا نحاول نراضيها بدون ما ندخل بقصة انه شفقها وزعل. هذا موضوع كتير كتير حساس وضروري ان نحن ننتبه له. ملك، بهالنوع من الامراض اللهم عافينا بيبقى فيه برنامج غذائي. هذا البرنامج لازم هي تتقيد فيه بالميلي، وتابعوا لي اياها الله يخليكم. اذا ما تقيدت بالضبط بالضبط وبالميلي مثل ما قلت لك خبروني فورا، وبرجع باكد كثير مهم ما ينحس بشفقه. الله يخليكم. ولا يهمك مسيو، اكيد. لا ان شاء الله ان شاء الله ربي رح يشفيها، هيك قلبي حاسسني. ان شاء الله ان شاء الله. اللي رح قلكن اياه هو سر ما حدا بيعرف فيه. يعني عن جد في شيء؟ شو في؟ انا مريضة شوي شوي كثير، عندي سرطان. شو عم تحكي ماريا؟ انا اكيد عم تمزح. شو شو شو؟ روح الله خليكم، ما تعملوا هيك. انا ما كان بدي اقول لانه ما بدي اشوف هيدا الزعل. بعدين هيدا الموضوع بجيب اسر بيناتنا، خاصة ماما وبابا ما بدهم يعرفوا بالموضوع ولا حدا. كيف كيف ما بدي؟ شو عم تحكي سر؟ شو لك شو الماما شو ما بدها تعرف؟ شو؟ انا بعدين رح اخبرهم بس مش هلا. انتم بتعرفوا هني بعدهم هلا راجعين لبعض، و ما بدي افقسهم وما بدي هذا الشيء لبك لهم حياتهم. لحقين يعرفوا ولحقين يعتلوا. هم لونا نايا عم تمزح؟ ما اكيد عم تمزح، ما هيك؟ لا ما عم بمزح. خلص طولوا بالكم. أصلا لازم نكون قوية، ماما وبابا ما لازم يعرفوا هلا. ماريا طلبت منا هيك. نايا حبيبتي ما تكبري القصة، هلا صار في ألف حل وحلة هيك مرض. مجد كيف عم بتقلي ما كبر القصة؟ كيف عم بيقلي ما كبر القصة؟ عم بقول لك أختي معها كانسر رح تموت، ميمي بح رح تموت، أنت كيف بتقلي ما تكبر القصة؟ هيك خلص اصحك تسمع من تمك هذا الحكي. هلا هي بفترة علاج من أصعب ما يكون، نحن لازم نكون قوايا ونوقف جنبها، مو نقعد نبكي قدامها. لك أي علاج؟ أي علاج؟ هي قالت لي إنه مش رح يمشي الحال، إنه خلص. بتقلي علاج؟ كيف بتقلي علاج؟ ما في شيء اسمه خلص، ما في شيء اسمه خلص. طبعا بدها تتعالج. شو في عندنا حل تاني نعمله؟ شو رأيك يعني نقعد نتكتف نستنى لحتى المرض ياكلها؟ ليه عم بتهون القصة؟ هيدي مصيبة مانا قصة. عم يهون. بليز 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 فيكم تتركوني لحالي؟ نايا ما تكون هيك. مشت حياتي بليز، عم تطلع الفشي فيك، فيك بليز تفلو انا بسوق برجع بحكيك بليز بليز. طيب مثل ما بدك، قومي لونا خلص خليها لحالها. بليز تكون لحالي. شوف شكل لونا ونايا شو صار فيهم. بس عارفه عن جد شي بقطع القلب، وانا مش قادره اقول شيء ولا قادره اعمل شيء. انت رح تخبري ابوك وامك؟ لا لا بيبي ان شاء الله بكير بعد. خليني اشوف هلا كيف رح كون، كيف رح اتفاعل مع العلاج بعدين. ليكي ما تخافي، بالزمانات كنت اجي انا وهاني مع منى الله يرحمها. انت قويه ما رح يصير عليك شيء ان شاء الله. طول ما نحن مع بعض رح نقوي بعض، ما بدي اياك تخافي. خايفه؟ لا لا تخافي، انا رح ضل جنبك كل الوقت، ما تخافي. ما بدي حدا يشفق علي. ليش هيك عم تقولي؟ صاير شيء جديد؟ لا 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 مش صاير شيء، بس عم اقول انه يعني بعدين مع الوقت ما بدي احس حالي تقل، واكيد اكيد بموت ناقص عمري ساعتها.
اوعك اوعك تحكي هالحكي مرة تانية. عيلة نوح بكل ما تملك واقفة باستعداد لتخدم أحلى مرة بالعالم، وحياتك ليجي علينا وقت نضحك على هالأيام. الأيام الحلوة جاية، حلوة كتير كتير. أنت بس ما تخافي وخلي أملك بالله كبير. تعي. ولا كلمة ولا حرف. الاتفاق اللي بيني وبينك بدنا نعدله بأسرع وقت. بتحملي حالك انت وامك وبتسافروا، لا حس ولا خبر. انت جنيت؟ انا مو جنيت، انا مجنون من زمان. بدي اياكي تعرفي كتير منيح انه انا لهلا لساعتني هادي وعم بلعب معك على الرايق. خلص جيم اوفر. لا والله ما حذرت. شو هو اللي ما حذرته؟ شو هو اللي ما حذرته؟ فهميني، انا بيني وبينك اتفاق وانا ما كذبت عليكي بحرف. مصرياتك بتاخديهم، بتوصلي انت ونور لاتفاق باسرع وقت ممكن وبدنا نخلص من القصه كلياتها. اها، يعني بدك يعني في الهلا واترك نور بهالظرف؟ اكلي همه لنور؟ زعلانه عليه؟ قلبك كتير كبير. اكلي همه ما اكلتي همه للبنت المسكينه المريضه اللي مرضت وصار معها سرطان بسببك؟ يلي عم قوله واضح مفهوم؟ الاتفاق اللي بيني وبينك بدك تنفذيه غصبا عن راسك، فهمتي ولا لا؟ لا تخلي صوتي على اكثر من هيك. ما راح روح من هون، وانت اذا بيطلع بايدك روح بلط البحر. روح بلط البحر؟ ايه. لك انت بتعرفي كثير منيح انه انا اللي بلط البحر، فهمتي؟ انا اللي بلط البحر. خلص بعد بس بعد. تعي لهون. ما حذرت. تعي لهون وليه؟ لحظة 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 لحظة. انت شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء امير، ما مساوي شيء. شلون يعني ما عم تعملي شيء؟ كنت مارقة من هون، ما مساوي شيء. لا عم على هالبيت كله جواسيس؟ شو سمعتي لشو؟ ما سمعت شيء. ما سمعتي شيء؟ كذابة. والله ما سمعت شيء. بعدين أمير أنا مو ناطرة لأتسمع عليكم، أنا القصة كلياتها بعرفها. القصة كلياتها بتعرفيها؟ كلياتها بعرفها. مين اللي حكى لك؟ بعرفها وخلصنا. طيب اسمعي شوي، اسمعي. بتعرفي شو؟ بس لو مالك مرتخي، بس. بعد عني خلاص؟ لا ما بعيونكم أنتوا هالبيت. كله أدنى كبار وجواسيس. ميرا! قريت مقال عن دكتور بالهند عم يعالج حالات بتشبه كثير حالة ماريا. بعثت له إيميل. في التحاليل والصور، عم بستنى رده. هاي الخطوة إلا ما تفيد نور. الحالات اللي عم يعالجها بتشبه كتير حالة ماريا. أنا قريت كل شيء بالتفصيل، كل شيء. فادي ما بدنا نجرب بالبنت، الله يخليك. بدنا شيء مضمون. ليش هذا العلاج مضمون لك نور؟ ما في شيء مضمون. نحن بدنا معجزة. إذا شفنا أشي لازم نتمسك فيها. خلينا نجرب على إيدين هذا الدكتور. ما لها متحملة تخبيص، ما لها متحملة. إذا ما عنا خيار تاني خلينا نشوف هاد. شو خسرانين؟ بلكي منستفيد على إيدين هذا الدكتور. شبك نور؟ بنت عم تروح من بين إيدينا. بنت عم تروح من بين ايدينا يا فادي. لا اله الا الله. انا حاسس بذنب كبير. لا اله الا الله. رجع عم يضايقني. شو بده؟ بده ياني فل؟ ايه يا ريت، ليش زعلانة؟ خلينا نفل. ليكي ما قلي جايبتك انت التانية، إذا بترجع تفتح هذا الموضوع فيكي تطلعي هلا. لك خلص. لك يا ميرا ليش صار عم تعملين هيك مثل كأني خادمة عندي كله؟ والله حرام، والله رح يطق قلبي. والله على أساس زعلتي من هالكلمتين اللي قلت لك إياهم؟
هي وافقة على الكلمتين؟ ما عاد عندي حدا بدني. رياض تركني ومشي وهون كل واحد بيتخلق علي، وهلا انت طيب ما بيصير انه ليكي هالعيلة يعني. على سيرة رياض وعيلته، اسمعيني منيح، إذا برجع بسمع إنك قربت عليهم أو ضايقتيهم بشي رح تشوفي مني شغلات بحياتك مش شايفتيها. من أيمتى هالحكي؟ من أيمتى هالحب والغرام؟ لك يا ماما اللي فيهم مكفيهم، يعني مش ناقصهم مشاكل زيادة. ليه شو صاير معهم؟ ماريا، ماريا طلع معها سرطان. لا لا ما تعملي لي فيها هيك، يعني مش مشكلتنا هلا. المهم انه هيدا الحمار اللي اسمه امير بده يضرب راسه بكل شي حيطان بهالفيلا، لانه انا ما رح اتزحزح منهم. حبيبتي انت ما كانش لازم تقولي له، طلعتي منظري عيل صغير قدامه. مش قادر افهم يعني، ما كنتش قادره تمسكي نفسك؟ هلا انت كثير بتوثق بامير؟ مش فاهم ايه السؤال ده. ليك يمكن انا ما سمعت منيح، بس اذا اللي سمعته بيكون صح فامير فايت مع ميرا فوت كثير بشع، كانهم عم يتآمروا على شيء مصاري وخطه في شيء مو صحاني. بس ليك انا ماني متاكده. امير وميرا؟ لا حبيبتي ما اظنش يعني، وبعدين انت بنفسك قلتي ان انت ما سمعتيش، فيعني ما تقوليش اي كلام يخلينا نخش في حاجات تانية. خلاص ليك لاني انا مستغربه، بس انا حاسه انه في شيء مو صح وفي شيء ما مريحني. بس خلص انت انسى القصه، كله بيبين مع الوقت. بس هو ايه ممكن يكون الخطه اللي بين ميرا وامير ده؟ هي حتى ما تعرفش ان في اي حد مننا عارف موضوعها. هلا انت برايك لو ما شفت ورقه تحاليل لحالك امير كان رح يخبرك؟ انتي صار لي زمان ما شفت الجاليري، كيفك رحاب؟ شو جابك لهون؟ انا ما قلت لك ما بدي اشوف صوره خلقتك ولا بتحبي تروحي لحد دائما؟ لا يا رحاب ليه عم تحكي هيك؟ انا جاي لحتى اوقف حدك وساعدك. ليش بدك توقفي حدي وتساعديني؟ ما بيني شيء، الله معك تفضلي. بعرف معك حق تكوني متضايقه هالقد، يعني انا لو بنتي صاير فيها مثل ما صاير ببنتك كنت بعمل أكتر من هيك. شو؟ شو صاير ببنتي؟ أي وحدة منهم؟ عن شو عم تحكي؟ بنتك إيه؟ ماريا اللي ما خبرتي؟ شو بدها تخبرني ماريا؟ شو في؟ ماريا، ماريا بدها تخبرك إنه أنا آخر همي بقى جوزك، إنه شو هالشغلة يعني؟ إنه خديش بعي منه، أنا ما عاد بدي إياه. بعدين انه شو هالجوهره يعني؟ شو هالجوهره اللي عندك اياها؟ ما بدي اياها، فمش كل ما تشوفيني تقعد تعيط علي اذا بتريدي يعني. باي. في مرحبا، شو بك حياتي؟ مسموم بدني، شفت هاي المرتي فاتن؟ علينا ما خلصنا مع السيرة؟ قال شو؟ انت ما بقى تعني لو هي اصلا ما بقى رح تطلع فيك. هي قالت هيك؟ لازم تكوني مبسوطة انت. ايه بس مش هيدا المهم، المهم انه صارت تقول اشياء كتير غريبة ما فهمتها. قالت لي صاير شي مع بناتك ما قالوا لك بالبيت؟ ما خبرتك ماريا؟ ايه ما فهمت شي عليها. بعدين شو بهون بناتي؟ حبيباتي ثلاثتهم بجننوا، ما بهون شي، ما هيك؟ لك شو بدك فيها؟ هيدا وحده خرفانه ما بدها شي الا تسمن لك بدنك، انسي حياتك خلاص.
طيب بتتذكروا هذا محل الكاسيتات اللي كان فاتح بالزاوية وقت كنا عم نلعب طابة نحن بالساحة؟ ومثل مين شاطة؟ أنا ما بتذكر مين شاطة. ما بتتذكر علت 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 وإجت على الكاسيتات وانكسر وركض بلا محلهم اسمه النجار. ايوه ما انت اللي شاطة الطابة أصلا. ما بتتذكرت؟ تذكرت؟ اوكي وركض ورانا ونحن ركضنا ومدري شو هيك وكذا بعدين عملنا له كمين واحد مدله هيك رجله بتتذكر كذا تفاصيل ما كثير يا فادي ما بتذكر شكلكم متذكرين أكثر مني ما بتتذكر شيء الله هذيك الأيام عن جد شو حاسة ماريا؟ شو حاسة صحيح؟ هيك شوي سقعة شوي دوخة شوي ما بعرف مش عارفة شو حاسة سوا منيحة ما منيحة شو أحسن؟ على كل هو الدكتور عم يقول شغلة 3 ساعات وبنطلع إن شاء الله فما في قلق إن شاء الله خليكم أصلا مش طايقة قاعدة بالمستشفى إجراءات عادية ما يهمك إجراءات منطر الإخلاص يعني ما بعرف أنت سألت؟ سألت يعني يمكن بتاخذي واحد بعد هذا لسه بياخذ شوية وقت مشكلة المهم نتذكر والنجار شو لك انا تذكرت يعني بلا تذكر بس ما عم اتذكر تفاصيل تفاصيل وقت انت ركضت هو كما شو لنور اصلا انت اللي شط الطابه بوقتها قد ما عاملين قصص مش هتفوقوا على شيء ما بعرف العب طابه يعني. ما انت لو بتعرف تلعب طابه ما ضربت الكاسيتات لك يا زلمه ما قلنا لك ما بدك اياها لهالفوته لك شوف رياض شو صار فيه يا رجل رفي ليش ما عم تفهم علي انت؟ انا لا بدي فوت ولا بدي اطلع هي اللي عم تحركش هداك اليوم وقت اللي اجت لهون كبستها كبسه مرتبه قلت لها يا اختي حلي عني انا ما انت ما بتعرف قديش حقيره حقيره لك ما اختلفنا عم حاكيك بعدين ردت اتصلت فيه وقالت لي بدي اشوفك انا يعني ما اعطيتها موعد مغمغتها بس هلا بيني وبينك عم فكر اعمل فيها مقلب ما تنساه بحياتك يا سيدي ما بتقصر بتشوف مساء الخير هلا كرم اهلين كرم الو بدنا توقيعك الكريم على هي الاوراق شو بك كرم مو انا مفوضك توقع عني عن كل شيء عم وقع عنك عن كل شيء بس بدي اياك توقع هي الاوراق مشان تعرف شو عم يصير مشان اكون انا مرتاح انه انت بتعرف شو عم يصير تمام بدك اياه يكون مرتاح وهو عم يشتغل وقع عليه يا زلمه شو فرق عم توقع يا سيدي وهي توقيع لحظه شوي راهم بالاول خالو شو عم نحكي لا 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 طيب خلاص ماشي يا ريتهم يعطيك العافيه شو اسمك ها؟ نتاشا طيب يعني شو هالبرشلونة هدول؟ شو صاير لهم السنة؟ حبيبي مشان شو كل هالكتب؟ ليكون نزل عليك يا علي الرحمن بدك تبيعيهم ونا شبكي؟ ما الصبح ما حكيتي معي ولا كلمة؟ مياد بليز بليز تركنا بحالي أنا مزعلك بشي؟ نعم ما خسك انت انا مش طايقه حالي بليز طب هدول الكتب مشان شو اي لحدا يجي لا قومي افتحي قومي لا انت اليوم غريبه الاطوار اهلا وسهلا انورت كيفك حبيبتي لونا ماما هلأ بدي أعرف شو صاير معكم أنتو الثلاثة مين نحن؟ لونا ما تجبي علي أنت وماريا ونايا صاير معكم شي وعم تخبوا علي هلأ بدي أعرف شفتي كيف؟ شفتي أنه صاير شي؟ شوفي يا الله خلص عن جد خلص لعم الراسخ مرت عمي والله العظيم ما عملت لها شي أنا أبدا بس ما بعرف من الصبح ما عم تحكي معي ولا كلمة يا حرام لونا تعي لهون ماما هلأ بديك تخبريني شو فيه ليكي أنا مرة بنص عقل ومجنونة قولي لي شو فيه عم بقول لها العظيم ما في شيء أنا هيك ضيق خلق من العيشة يعني وحسيت إنه عم يقطع الوقت وما عم بعمل شيء قلت لحالي بدرس شوي يعني هيك حس حالي عم استفيد خلاص خلاص هي رحت على الكافيه وما لقيتك منيح اللي انت جيتي اصلا مالي خلق انزل على الكافيتيريا ابدا
أنا جيت لأنه اشتقت لك أول شيء. وأنا اشتقت لك، شو أخبارك؟ هلا ما في أخبار غير إنه أنا زعلانة منك. يو، ليش بقى؟ لأنه قلنا كم يوم ما عم نشوف بعض، وبعدين أنا اللي عم بادر وأتصل وأنتي ولا كأنه حدا موجود. ما بعرف شو اللي صاير لك. وأنتي ليش مكبرتيه كل هالقد؟ هلا أنتي من وقت ما بلشتي تطلعي مع فادي ما بقى نحكي مع بعض خلص. كأنه أنتي قاعدة عم تحاسبيني. أنتي بتعرفي إنه أنا ما بحب حدا يحاسبني. بس أنا ما عم حاسبك، أنتي اللي ما بقى سألي أبداً. لك صرت عم حس حالي غليظة لما عم دقلك، وكأني عم فرض حالي عليكي فرض. هنا أنتي بتعرفيني، يعني أنا إذا مو جا على بالي رد ما رح استحي منك. فلا تبلشي تقولي لي إنه من وقت ما تعرفت على فادي من وقت ما بلشت أطلع معه. هلا أنا ما بعرف إذا فادي هو السبب، بس أنتي ما بعرف شو صاير لك، تغيرتي. ليكي هنا، رح قلك هالكلمتين. فادي ما عم يسرقني منك، أنا الشاب عاجبني، أنا عم روح معه بإرادتي وعم نقضي وقت حلو، عارفاني ما في مستقبل بيناتنا، بس مروقين على الحالة اللي عايشينها. ها هي كل القصة. تعرفي؟ كان يمرق أيام أقول أنه أنا ما بقى رح نام بهالتخت. أنا حبيبي كمان كنت خاف كتير لوحدي، مرق علي أيام سودة، بس الحمد لله رجعنا مثل قبل. لا، رجعنا مثل الأول وأحسن، وهيدي بشهادتك أنت. بس يا رياض ماني قادرة أرتاح، مشغول بالي. شو في؟ حاسة إنه لونا ونايا مخبيين علي شي، وهديك ماريا ما بتحكي معي، مخفية صار لها كم يوم. ما بعرف، ماني مرتاحة. ليش مش مرتاحة؟ خايفة يكون صاير شي بين نور وماريا. هيدي فاتن بنت الحرام، ما بتزد تحكي هيك شمال يمين على الفاضي. خايفة يكون صاير شي، ما بعرف. أنا شايف إنه رح ننام حد شارلوك هولمز الليلة. لا حبيبي خلص، سوري، أنا بكبسة زر بقلب مزاجي، أي موجة بتحب نحط. هيدي الرحاب اللي بدي إياها أنا. بسيلي هالزر اللي حد منك. أنا فيك شيء؟ أنا ما فيني كمل بالكذبة الكبيرة اللي أنا عايشة فيها. هي كذبة جاي مشان تكذبي قدامي يعني؟ أنت بحياتك ما عاد رح تصدقني. لا ليش؟ هاتي نشوف، تفضلي. أنا أنا مني بنت لفريد نوح. شو عم تحكي؟ بالله عم تنكتي لا تكوني. احكي الحقيقة لشوف، احكي لشوف الحقيقة. كل اللي عم بيصير هو نصب كبير، نصب عمره من عمري، كله مشان المصاري. بشو احلف لك لحتى تصدقني؟ انا مالي ذنب، انا ضحية. انا كمان اكتشفت النصب هلا عن جديد لما صرنا هون. فاتن هي السبب، فاتن، فاتن هي اللي عملت كل شيء. مستحيل، مستحيل. شو عم تحكي انت؟ مستحيل هذا اللي عم تقوليه. احكي الحقيقة لشوف، قولي. اسأل امير. ايه امير، امير كمان متورط بهالنصبة وعم بيهددني، وبده يتقاسم معي المصاري اللي بدك تدفع لي اياهم. حلو، حلو كتير، حلو كتير هذا الكلام. وليش ما حكيتي لما عرفتي؟ شو كان بدك يعني قلك؟
كنت رح أقدر واجهك. أنا كنت كتير خايفة إنك تقلقني وما تصدقني. أنا بحبك وما بدي أخسرك. لا والله لا، يعني هيك أنت دوبتي لي قلبي. خلاص ما عاد رجلي تشيلني أنا هلأ. بتضبي غراضك أنت وامك تطلع برات البيت، برات وعلى الخالص. إيه؟ لا لا. شو اللي لا؟ شو اللي لا؟ شو اللي لا؟ عاد عم تقولي لا؟ أنا بتقولي لي لا؟ إذا هلأ ما طلبت الشرطة أقسم بالله قاتلك بأرضك، بأرضك قاتلك. أنا ضحية بشو أحلف لك لحتى تصدقني؟ أنا مالي. أنا كنت كتير خايفة إنك تقلقني وما تصدقني. أنا ضحية. فاتن هي السبب. فاتن. فاتن هي اللي عملت كل شيء. إذا هلأ ما طلبت الشرطة أقسم بالله قاتلك بأرضك، بأرضك قاتلك. ميرا حبيبي حبيبي تقبريني. ماما عم تحلمي يا قلبي، لما حياتي خلص ما في شيء، ما في شيء. خلص انت شو عم تعملي هون؟ انت شو عم تعملي هون؟ لك اطلعي من هون، لك اطلعي. انت سبب كل المشاكل اللي انا فيها. اطلعي اطلعي من حياتي، اطلعي. طب خلص خلص ماما خلص. ماريا خير؟ سلامتك. أكيد الدواء، هذا أثر الدواء طبيعي، معلش. ولا يهمك، كله الأخير، كله الأخير. أيوة يا أمير. الساعة واحدة بعد الظهر رح أبعت فرج لعندك، تبعتي معه زين، ماشي؟ ليه إن شاء الله؟ ليش؟ شو هي ليش؟ أبوه اشتقت له، عندك مانع؟ بس أنا يعني النهاردة كنت ناوي ياخده على الأكواريوم. إيه مو مهم هلا، أجلي لي الأكواريوم. أنا برجع لك إياه المساء. لا معلش يا أمير أنا آسفة. مش هبعت ابني لوحده، لازم أكون معه. حبيبتي لو بدي أخطفه للولد أنا كنت خطفته من زمان. تعملي مثل ما عمل لك، تبعتي لي الولد. عم تفهمي ولا أنا أجي فهمك؟ Thank you.
شمشة معتني.